في إطار تنفيذ تعليمات رئاسة الأمن العام بالعمل على تعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، تنفذ مديرية شرطة محافظة المحرق حملة توعوية لأصحاب المطاعم والمقاهي ومرتاديها، مستخدمة في ذلك تقنية رمز الاستجابة السريع QR، حيث يتم وضع الاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها والصادرة عن الجهات المختصة عبر الرابط الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، واستخدامه من قبل أصحاب المطاعم والمقاهي ومرتاديها من الجمهور، وذلك للاطلاع عليها عن طريق كاميرات الهواتف والأجهزة الذكية، الأمر الذي يعزز منهجية الاعتماد على استخدام التقنيات الحديثة وتحقيق الشراكة المجتمعية. وأشار مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق إلى تغطية 95 مطعما ومقهى في المحافظة، فيما تتواصل الحملة التوعوية لتغطية المزيد من المحلات والأماكن السياحية والفنادق، حيث تلاقي الحملة استحسانا وقبولا من قبل الجميع. فقد قامت مديرية شرطة محافظة المحرق باعتماد فكرة QR وهو رمز الاستجابة السريعة، وذلك لتقديم برامج توعوية للمواطنين والمقيمين والزوار، وأيضا لوضع الاشتراطات الصحية لأصحاب المطاعم والمقاهي والمحال التجارية لسهولة الوصول إليها وللاطلاع عليها من قبل أصحاب المحال التجارية ومرتديها، وأيضا للحد من تداول القوائم الورقية. الباركود طبعا تقنية متستخدمة في عدد أكثر من مكان، وهي تقنية تساعد على التواصل مع الناس، وفي نفس الوقت طبعا هي تعزز موضوع عدم التلامس والسهل وتوصيل المعلومة وتحافظ على البيئة. طبعا يعني الشغلة هاي شغلة مهمة طبعا في وجود جائحة كورونا وعدم وجود جائحة كورونا. فكرة متميزة وإن شاء الله تعم على عدد من المجالات الأخرى، ليس فقط المطاعم والمقاهي، ولكن تعم على جميع الخدمات، لأن الناس تعرف يوميا عنده أشياء ينجزها، فهمتني؟ وهتبع هذا يدخل في ثقافتنا، معنا لن تكون هناك عودة للوراء. يعني الناس اللي حافظت على المسافات هذه في التعامل طيلة الوباء هذا، الله يعافينا، ستحافظ عليه.